ننجح 100%. اذا نزعنا هذه الاصنام المسلمه التلفزيون ونشهر باطل، شهر باطل. اولا الليل قسم مخزن مدخن عدم عنها، واخر مدشر، واخر كره، واخر كره، وبالاسحار هم نائمون. الله قال وصف اصحابه عليه الصلاه والسلام اصحاب رسول الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. واحنا بقول الليل ما هو شجع، يعني ليل عشرة والاسواق وليل 11 والاسواق يرن وتروح عين له ساعتين عشاء وما عشاء ومدرمون. وقال هذا الكيس والشيطان عقد ثلاثة عقد ويعقد 20 عقدة. وبالأسحار قم صلى فلان، قال ايه قم صلى، والله أنا عمق شغمة كذا وشلني لا بعد منتصف الليل وعذر. ابعد هذا العذر، ادعو أنت تبغى جنة. إذا كان الله عز وجل يتجلى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي هل من مستغفر فاغفر، هل من سائل فاغفر، هل من تائب فأتوب عليه. وصاحب من يخلص طلب هذا ما قال والله ما لأصل الدين شلني ما عقدت لموت، وهذا هو لما رسوليات ومشيئته هذا يجب يبتغل بعد هذا خلهم يعني ما يدور شيء وتحيّن كل منشأته. هذا بعضهم يقول كذا. سبحان الله. المؤذن أطغل أعناق اليوم القيامة، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سمع المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا نذر إلا شهد له يوم القيامة. الله في إذن السابق جمع على كان. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.